معكم نحن كالعادة كما كل نهار جمعة نواصل فيكم حتى النص الليل وفي البارتي الأخرى نخلطوا مع بعضنا التفسير الأحلام اللي عنده حلمة يحب يفسرها مرحبا بي خلي كومنتير متاعو على الباج فيسبوك راديو مي تونيزي باش نبداو نحن سي محسن مع تفسير الأحلام والثعبان في الحلم شنو معناتها؟ اللهم عافنا عافاكم الله. والثعبان هو عدو عدو إنسان في جرته. الثعبان يمثل حاكم يمثل قضايا مشبوهة يمثل إنسان يجي في جرتك في خيمتك معناه ثم عدو ماذا بيك خذ منها حذرك معناه ثم عدو في جرتك هذا الثعبان إيش يمثل في الحلم في تفسير الأحلام. السفر في الحلم السفر كان طريق طويل معناه المشوار اللي قاعد تبدأ فيه في حياتك مش تعبك شوي وكان المسافة قريبة المشوار والمشروع أو زواج أو مشروع راهو قريب يتم لكن قاعد تمشي ومازال ما وصلتش راهو المشوار مازال ما تمش. نزول الدم من الجسم في الحلم نجم يكون من الوجه من الساقين من اليدين من أي بلاصة هل هذا عنده تفسير سي محسن في الحلم؟ صحيح هو يقول لك سال الدم سال الهم كان عنده برشا غم وهم مشاكل سال الدم تنحى عليه خرج من كل المشاكل اللي عنده عليه وهيك الديون وكل مشاكل اللي عابطه ليه هذاك علاش داكو. الحنة الحنة يقعد ديما حنينة الحنة حنينة باهية كده واحد يعلم روحه محني أو سقي أو بدنه معناها فرحة في الطريق معناها فرحة هذيك مش تم على قريب وفيها برشا عباد ما يخلوكش الخير لكن الحنة ديما فيها الخير. الخاتم لغير المتزوجة الخاتم هو ديما كل إنسانة ماهيش متزوجة وعندها خاتم في ديها يقول لك هي عقد قرن معنى عقد عمل أو عقد زواج أو عقد حاجة بتاع حاجة مش صفقة خدمة أو سفر باهي خاتم باهي في المنام لكن تكون فضة تكون ذهب معناها باهي الخاتم خاتم باهي مش خايب جهة هدية خاتم باهي طفلة إن شاء الله تكون بيضة ما تكونش حمراء إن شاء الله فوالا ديما نقولوا نحن خاطر الذهب الأصفر مش باهي أصفر ديما عكس والفضة معناها أي حاجة فضية ذيك الحاجة الباهية نعم. به الحمل في الحلم إنها امرأة تحلم بروحها حامل شو معناه؟ لو كان أي إنسان أو إنسان حملت روحها هي حامل ومغسورة في الحمالة متاعها سبحان الله هي اللي كده امرأة حامل ثقل كبير والثقل ذاك يكون غزرة فلوس أو غزرة عاطفية أو مشاكل دار وثقل ذاك كبر في بطنها قاعدة متقلقة منها كان هو مخرج مولدش بيه كثنا ذاك تقعد ديما الثقل هابط لها لكن كان ولدت الثقل كل تنحى لها ثقل كي تحلم بروحها ولدت معناها ثقل وبيش تنحى الثقل وبيش تنحى كي تحلم بروحها حاملة كهو متقلقة معناها ثقل مزيد زال الثقل عليها مادين أو عاطفين أو مشاكل دار به عنا شكون معانا يقول لك حلمت بشخص هو ميت يضرب فيه معناها الميت اللي يضرب الحي هو صحيح ديما الميت كي يضرب الحي ما يخافش لكن كان الميت يعطي حاجة أو أنت عطيته حاجة كان أنت عطيته حاجة زكاة كان وعطاك حاجة واخذتها ديما خايبة ديما توصلك حتى الموت مرض أو حاجة الميت كي يضرب الحي ثم حاجة يكون سالك دين أو في رقبتك أو ثم شهد زور أو ثم حاجة قلق عملت لك رجل ذاك يفصلك في فمنا من ذاك يقعد ديما تبع فيك الكابوس من ديما تبع فيك إلا ما تخرج منها حاجة ذيك أو تخلص من ذاك صدقة أو حاجة صدقة. أو شو تريب الزور أو أنا حاجة بعيني وما حابش يقربها إذا ما يضرب ويضرب حتى يقربها داكا نعم يعني حالة الحلمة ما هيش بهية هذية تفصيلها سهلة مالي قلت علاش يضرب فيه ويضرب فيه علاش وقام ما يضرب فيه ثم الدين أو ثم جات زور أو ثم حاجة شافها يسألوا حاجة معنا شافها حاجة في الخفاء يمكن موت ما أكتب من السر الوحيد هو مش يعطيه الثقة ذاك واضح به فما شكون معانا يقول لك حلمت بروحي قمت معناها كاين وقام من جيبش يقوم من الفرش يلقى روحه ما نجمش يمشي معناها إيه إعاقة هوني نحكيه على إنسان ولا باراليزي ما عادش ينجم يمشي هذاك هو المشوار اللي قاعد يحب يمشي به في سواء كان ناوي على مكتوب الزواج أو ناوي على العمل أو خدمة أو مشروع تحسه مكتف العرقيل مكتفاته برشا نازل عليه
حاب يقدم ما نجمش، معناها هو هذاك هو المشي، معاق مسكين حاب يمشي وما نجمش، محط تعطينا مغرس برشا، معناها يلزم يقرا شي قران باش ينجم الكابوس هذاك يخرج له. الفأر في الحلم، الفأر هو خراب ديما، الفأر ثم شكون قاعد يلعب الفأر، معناها ثم سيم وجيم، ثم كلام قاعد يدور في الساحه هذيك باش يقلقوا، باش يوتروا عائلته ويفرق له عائلته. واخيرا اكل الحشرات في الحلم شنو التفسير نتاعو سي محسن؟ الحشرات كل ما ياكل حشرات هو تكون ماشي مثلا نقولوا كما الجراد كما اي حاجه باهيه مش خايبه، كل حيوان تاكل ديما رزق مال باش يجيك. لكن كي تاكل اللحم في انواع نجم يضرك بالمضر المرض. ديما حشرات اهون، اهون من اكل اللحوم، اهون وخاصه كي تبدا نيه اللحوم نيه، لكن اللحم نيه وديما مرض. قاعد مرض قاعد نزل عليك. وحتى طيبه زيد التفسير بتاعها هم ومشاكل. معناها اللحوم اون جينيرال كلها تفسير.